رايحه؟ ماني رايحه على كامب، بالبيت محجوره. شو الاخبار؟ وين قاعده انت؟ باي بلد؟ والله انا عايشه بالمانيا، بس هلا حاليا بالاردن، وصارت موضوع الكورونا وما قدرت ارجع. انت بالمانيا؟ وين بالمانيا؟ انا اختي بالمانيا. انا ساكنه جنب ميونخ. اه انا جيت اكثر حفله انت عملتها بالمانيا. لك يا حبيبه قلبي، بتفهمي انت؟ بتفهمي؟ هذا قال لك انه انت بتفهمي، مبين بتفهم. لازم تجي اكثر من حفله. اكيد طبعا. ليش في احلى من حفلاتك؟ انت من سوريا؟ ايه انت من سوريا. انا من صحنايا. ماما من صحنايا وبابا من السويدة. انت من حدنا. انا ساكن بجديدة عرطوز. حدنا. اه يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا. كاتبيت لي انا بغني؟ صحيح. يلا يلا تفضلي. غني. بدك غنية من اغانيك ولا غنية هيك بشكل عام؟ غني لي لأصيل هميم. لأصيل هميم. شكرا. المفروض أعوفك من زمان، كون من ذاك الوقت من علي تغيرت. ليش منك ما تبت؟ بس يلا من فات الأوان تابها كل شبان. الوعدني بوعد خان، الوعدني بوعد خان. انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت. غلطة عمري سامحتك، هاي غلط عديت. انا ضحيت والحبيت والوافيت لك واهتميت. تسوي لك وعد اكثر، كل شي وياك سويت، كل شي وياك سويت. بس يلا بعد نريها هاي العشرة، حياتي من طلعت منها لا تصدق رأيتك فيها. الله الله يا بشان، يا حلو يا بشان، حلو بكل شيء يا بشان. الله يوفقك يا حبيبي. خبرينا خبرينا شو بتعملي هلا؟ انت قلتي لي بالاردن. اي والله بالاردن. ساكنه؟ قلتي لي انت ساكنه بالمانيا وقاعده هلا بالاردن. ليه قاعده بالاردن؟ اه جيت هون لحتى اسجل اغاني جديده. اعطيني 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 اعطيني. ايه تسجلي اغاني؟ انت بتغني؟ سوري انا زرين. انا اسف انا اسف انا انت كاتبتلي انا بغني، بس انا فكرت انه انت حابه تغني او بدك تغني. لا انا بغني وعندي قناه. انا بعرفك. لحظه عشان ما بين سائل، وانا انا بعرفك انت بسام اللي بتغني. ايه صح. جايز ما حدا يسب علي اذا بسام عارفين لك. هلا جد عشان نتعرف على بعض نكون. انت حدا هلا بشق طريقه ولا طالعه بشي برنامج جوات ولا؟ انا اسف انا كثير اسف قبل. اول شيء هذا اوليف. لا انا صراحه لحالي يعني، ومن كم يوم كنت طالعه مقابله ببرنامج سهرانين معكم بالبيت مع سيرين عبد النور على الام دي سي. وبعمل مقاطع على اليوتيوب وبعمل اغاني على اليوتيوب والحمد لله. بيسان انا عم اقول انه انت بسام. سوري يا بسام. بسام معروفه. بسام انا اسف يا الرب. انا ليك صرت مي صرت صرت مي صرت مي. لا ليش؟ روح روح روح. ايه يا بسام عم تسجلي غنيه هلا مع مين عم تشتغلي؟ خبرينا. انا مع شركه وعم غني اغاني. مع مين؟ عم مين الشركه؟ شركة حيدر جيتارة. حيدر جيتارة. حيدر جيتارة. عم نسلم عليهم. مع مين عم تشتغلي من ملحنين وكتاب وشعراء تمام. هلا انا عم يعني لعم يكتب لي اغاني الشاعر محمد الجمهوري. يعني بيسان قال لك شغله بعد كل شيء صار اليوم. انت كنت عم تحضريني قبل؟ شفتي ولا لا فتي؟ يعني فتنا بالحيط باللايف بكل شيء. جيتي انت خبرتيني اخر شيء صرت مي. انا هلا
ليش؟ هذا الرب صرتنا يا ناجح. لا علي ليك لك شغله، انا شوي صار لي فتره بعيد كليا عن كل شيء. ما شاء الله، ايه هوي والله ما شاء الله على صوتك والله العظيم. بنت هيك اموره حلوه ومن عنا من البلد وقريبة علي بجديدة من سحنايا، يعني الله يوفقك. الله يسلمك. أهلك معك بيشان؟ شو عندك أخوة؟ إيه ماما وأخي معي. سلمين لي عليهم كتير وبوسيلي إياهم. الله يسلمك يا رب. أنا بعتذر، أنا بعتذر منك قدام كل الناس حبيبتي. الله يسلمك، الله يسلمك أحلى فنان بالدنيا. الله يخليك يا رب. وقت أنت رجعت من ستار أكاديمي أنا رحت على جديد وشفتك. الله يخليك يا حبيبي. والله بنتك خلتني عرقت هلا لانه قالوا لي انا اسف، والله انا اسف لاخر مره. اصلا لا والله لا يا حبيبتي، ان شاء الله وينك تصيري انت تغربتي. انا اسف يعني انا مش هي مش كبرى لا والله، بس ان شاء الله هيك الله يعلي مراتبك اعلى واعلى 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 وتصيري هيك تنسي تنسي تعرفي الناس، بس هيك ضلي على الارض. بس انا جدا اسف، أنا آسف. لا عادي. خبرينا نرجع هيك نطلع من الموضوع. 60,000 جايز، 61,000 ليك هيك منيح هذا؟ شو شو عم يصير؟ أنا مي صرت. أوكي بيسان، خبريني كنت عم تقولي لي مع مين عم تتعاملي من كتاب وشعر؟ أنا آسف. قلت لك الشاعر محمد الجبوري هو اللي بيكتب لي اغاني العراقيه، يعني اغلب اغانيه بتكون. نسلم عليه استاذ محمد. طبعا تحيه له. وكمان عم اعمل يعني اغاني من اكثر من لهجه، يعني مش بس عراقي، كمان عندي غنيه سوريه قريبا ومصريه وهيك، يعني عم حاول نوع. مغربيه كمان نزلت امبارح مغربيه. يلا ان شاء الله فايت بعد اللايف فايت اسمعها. شو اسمها؟ دخيله البنت تشرف بهذا الشيء. شو اسمها؟ اسمه مالو. مالو 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 مالو. بالتوفيق يا بيسان، انا ببوسك وبسلم على الوالده وعلى اخوك، وان شاء الله يا رب هيك بنلتقي ونشوفك خير ومنظر الاعلى، وبنعتذر من كل حبايبك. باي باي. يلا غني غني غني. سمعينا مالو مالو سمعينا يا مالو لنشوف. والله انا صراحه كنت حابه اغني غنيه من اغانيك حتى. طب غني من اغاني، يلا غني من اغاني، غني اللي بدك. لا حابه اغني تك احلم تكي رخي وقفايبي دخيلك يا ربي، وشو حلو يا عينيها بحكي بتنسيني همي وعم تمشي الدم ورح موت عليها. تكي رح يوقف قلبي دخيلك يا ربي، شو حلوة عينيها بحكي بتنسيني همي وعم تمشي الدم ورح موت عليها. حب بغاي عليها بجن بدوب، قلبي ملكه باسمها مكتوب. وقفت هالدنيا تكفيني هي وحده، حب اللي بقلبي بس رح يوقف قلبي. الله يا بيسان، الله عليك يا بيسان، خاطرك يا حبيبتي. سلم عليك وعليك. باي باي. لك ذوق وكثير تشرفت فيكم، انبسطت اليوم ومنورين جميعا كلياتكم. ضلي بخير ان شاء الله يا رب يكون عجبك صوتي، وان شاء الله شكرا. اكيد لازم بتجنن، انا بدي اعجبني صوتك بتجنن. الله يوفقك يا باي باي. لك ذوق. باي 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 باي. عرفنا بيسان 60,000 اللي يضربوا فيك تقول ما بعرف ما بتوجع. انت ما تعرف من وين بتوجع والله لبس خلص هلا. اوكي مين بدنا نطلع؟ شو مواهبك غير الغناء؟ بحب اعمل قصص، بحب اشتغل بالمطبخ، بحب اعمل قصص هيك ديزرت جاتو مع قصص بلابي يكون
سارة ماريا، والله لا طلعك. يلا جايز بدي أعرفكم على أهضم بنت بالعالم. يلا يا سارة، يلا يا سارة، يا اهلا اهلا بالست ساره. هلا والله منيح. شو بتخبرينا؟ اول شيء بدك تغني لنا دغري قبل ما تحكي. بغني لك شيء اغنيه تبعك اللي بدك اياها، الغنيه اللي انت حافظيتها واللي حبيتها، فيك تغني وترقصي حتى. بيلي ايليش. بيلي يلا بيلي ايليش. بيلي ايليش. Oh, you talk, I like a way.